عزف الفنان مصطفى هريدي عن سبب ابتعاده عن الفن لمدة 7 سنوات بسبب المخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي، وسافروا للولايات المتحدة الأمريكية للعلاج من الاكتئاب بسبب فيلم مجنون أميرة الذي فشل ذريعاً. وصرحت المخرجة إيناس الدغيدي وقتها إن فشل الفيلم مصطفى هريدي كان أحد أسبابه لأنه مدمن، وابتعد بعدها عن الأضواء لمدة 7 سنوات وسافر إلى الولايات المتحدة للعلاج من الاكتئاب. كما صرح الفنان والمطرب تامر حسني عن إصابة الفنان مصطفى هريدي بالاكتئاب، الأمر الذي جعله يغيب قرابة 7 سنوات عن الفن، بعد أن نشر الفنان تامر حسني عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مصطفى هريدي في الإعلان الدعائي الذي يشارك فيه الفنان تامر حسني والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حيث كتب تامر: أكيد فاكرين مصطفى هريدي الممثل الكوميدي الجميل، من أجمل شخصيات فيلم عمر وسلمى، سافر فجأة بس دلوقتي رجع يمثل وبقوة. شارك الفنان مصطفى هريدي سينمائيا بأكثر من عمل، منها لخمة راس، حبيبي نائما، عمر وسلمى، مرجان أحمد مرجان، مجنون أميرة، وهو الفيلم الذي تسبب في اعتزاله واكتئابه وسفره إلى الولايات المتحدة لمدة 7 سنوات للعلاج من الاكتئاب. ودي كانت لقطتنا عن عودة الفنان المعتزل مصطفى هريدي.